الخير واهلا بكم مره تانية على قناتي هيلم كاو كوليكشنز. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على مرض بيصيب عصافير البادجي، وهو مرض الاشف او الجرب. ايه هو المرض ده؟ المرض ده هو مرض فطري بيؤدي الى تكوين فطريات على الاجزاء اللي ما بيبقاش فيها شعر، زي المنقار بتاع العصفور، زي الرجلين بتاعه العصفور، زي منطقة الإخراج اللي موجودة عند العصفور، زائد اللي هي الجهة اليمين والجهة الشمال عند المنقار بتاع عصفور البادجي. أنا عندي هنا عصفور أهو مصاب، هوري لكم إن شاء الله، وهوريكم كمان اللي هي الفطريات دي. بس أنا في البداية حابب إن إحنا نعرف أول حاجة الأسباب اللي بتؤدي للمرض ده. الأسباب اللي بتؤدي للمرض ده هي في الأساس أو العامل الأساسي فيها هو عدم النظافة الدورية للي هي الأكالة بتاعة العصافير، وكمان عدم النظافة الدورية للي هي السقاية بتاعة العصافير. بمعنى تاني إن أنت لازم إن أنت الأكالة ان انت ما بين يوم ويوم بتنظف الاكل اللي فيها، بتشوف اذا فيها فضلات ولا لا من فضلات العصفور ذات نفسه، بحيث ان انت لازم ان انت تنظفها، لان انت لو ما نظفتهاش والعصفور اكل منها، ده بيؤدي لنمو الفطريات في الاماكن اللي انا قلت لحضراتكم عليها. ونفس الوضع بالنسبه للسقايه، المفروض ان هي السقايه دي لازم ان انت تنظفها، وبتنظفها عن طريق فرشة سنان. بالفرشة بتنظف الجوانب، لأن يعني اللي بيحصل إن بيبقى بتتكون طبقة من الريم، دي بتبقى طبقة بتتكون برضك عليها الفطريات دي، وبتكون مصدر إن هي تتنقل للعصفور وتسبب له اللي هو مرض الجرب أو الأشف. فكده إحنا عرفنا المسببات بتاعت المرض. طيب لو جينا قلنا ايه هي الاضرار اللي بيسببها المرض ده للعصفور؟ الاضرار اللي بيسببها المرض ده للعصفور ان بنسبه كبيره قوي بيبقى فيه صعوبه للعصفور ان هو يقوم بعمليه التزاوج، وبيقوم او ان هو يقوم بعمليه التخصيب، لان بتبقى عنده مشكله في الرجلين. وكمان مع المرض ده بيؤدي ان هو بيفقد بعض الضوافر بتاعته، فبالتالي ما يقدرش يقوم بعمليه اللي هي التخصيب بشكل كامل. الحاجة التانية بعد كده ان العصفور الحالة الصحية بتاعته بتبدأ تضعف، وكمان للأسف بتؤدي للوفاة. طيب ايه هي العلاج؟ العلاج بسيط قوي، وهو قايم على فكرة بسيطة جدا، ان الفطريات دي عشان تعيش وتنمو لازم يبقى فيه هواء موجود. طيب يبقى العلاج ايه؟ هو العلاج ان احنا نحاول على قد ما نقدر نمنع الهواء ان يوصل للفطريات دي بحيث ان هي تموت. طيب بنمنعها بقى ازاي؟ هنا بقى بتيجي العلاجات. العلاجات هي كتيره، من ضمنها مراهم زي مرهم الكبريت، بيبقى مرهم بشري اسمه مرهم الكبريت، ده بتستخدمه عليه، بيبقى في عند حضرتك الجريسلين، بيبقى عند حضرتك كمان الفازلين. انا بصراحه اللي انا استخدمته وكان مناسب جدا معايا هو الفازلين. فتعالوا معايا دلوقتي نشوف ايه هو العلاج بالظبط، وايه الحاجات المفروض ان احنا بنعملها. اتفضلوا معايا. اي عصفور يجيله المرض ده لازم ان هو يتعزل عن باقي العصافير عشان ما يعدوهوش، لان المرض ده بينتشر بسرعه في العصافير، بيبقى مرض معدي. حضراتكم ده اللي هو المرض اهو، لو انتم شايفينه دي اللي هي الفطريات اللي هي نمت على المنقار، لو انتم شايفين هي دي، لو انتم شايفين على الكير كمان هي دي موجوده، هي الفطريات، وهو ده المرض اللي احنا بنقول عليه الاشف او الجرب. كمان بيبقى زي ما قلت لحضراتكم بيبقى موجود هنا عند في المنطقه دي اللي هي في الجهه اليمين من منقار العصفور، كمان في الجهه اليسار كمان اللي عند منقار العصفور، من تحت ومن فوق، دي من المناطق اللي بيبقى فيها، بس الحمد لله هو مش موجود هنا. بس انا بشكل عام لما اجي احط الفازلين احطه على جميع الاجزاء، بيبقى كمان عند الارجل بتاعت العصفور، لو انتم شايفين هنا الحمد لله ما فيش فيه اللي هي القشور دي موجوده، فدي حاجه كويسه، بس احتياطا برضو هحطه عليها. كمان بيبقى في المنطقه اللي هي بتاعه الاخراج دي بيبقى موجود فيها، بس برضك الحمد لله مفيش في حاجه. احنا عندنا يعني جزء بسيط من المرض ده موجود في المنقار بتاع العصفور وعلى الكير، فان شاء الله هيبقى حله سهل باذن الله. ده طبعا حضراتكم اللي انا قلت لكم عليه هو ده الفازلين، ده اللي انا بستخدمه، انا جايب اللي هو الجزء البسيط خالص على اساس ان هو يبقى حاجه مناسبه للعلاجات، وبعد كده لما تخلص بجيب
حاجة بجيب نفس السايز بتاع الفيزلين ده عشان بيبقى أنسب وأحسن، بحيث أن أنا بجيب كل حاجة فريش يعني أول باول ما تتركنش عندي فترة طويلة. العلاج ببساطة جدا، أن أنت أول حاجة لازم تمسك العصفور بالراحة وما تضغطش عليه جامد عشان ما يحصلوش أي حاجة. الحاجة التانية أنت بكل اللي أنت بتعمله أن أنت بتجيب الفيزلين ده وبتعمله في إيدك كده، أوكي كده. بس طبعا الحاجة المهمة جدا ان انت تاخد بالك ان الفيزلين ده ما يجيش في الفتحات اللي موجودة هنا في الكير، لان لو جاء ده بيعمل انسداد وبالتالي العصفور بيموت مخنوق. ان انت تحاول تبعده برضك عن لسانه، ان انت تحاول تبعده كمان عن عين العصفور، وكمان ان انت تحاول تبعده عن ودان العصفور اللي بتبقى موجودة هنا تحت العينين بتاع العصفور. فدول اهم حاجة ان انت تجنبهم، لان للأسف لو الفيزلين وصل لأي حاجة من الأجزاء دي ممكن يقدر الله للوفاة وكده تخسر العصفور بتاعك. فأنا زي ما قلت لكم بعمل كده اهو، زي ما انتم شايفين بعمل كده الفيزلين، بعد كده باجي بطبقة بسيطة ان انا بحاول ان انا اعمله كده كده بس، ايوه كده عليه، ان انا بحاول زي ما قلت لحضراتكم ان انا ابعد كده. انا اللي انا بعمله زي ما قلت لكم ان انا بغطي الفطريات، وبالتالي ما عادش ما بيوصلهاش هواء، فبالتالي بتبدا تموت وتبدا تتساقط، ويبقى كده ايه، عملنا الحمد لله العلاج الصحيح، ويبقى كده الحمد لله عصفورنا في امان، وان هو الحمد لله ما حصلوش اي حاجه وما تعبش. طبعا زي ما قلت لكم لازم بالرفق شويه عليه على العصفور انتوا ماسكينه، لان هو للاسف بيبقى فيه حركه كتير منه. الحاجة التانية بقى هنا، باجي هنا حاول ان انا امسك العصفور تاني كده وابدأ هنا في المنطقة دي، ايوة هنا دي المنطقة دي بتعملوها كده، لان اوريدي بيبقى فيها نمو، وبرضك الحاجات بتيجي برضك تاخد الفيزلين وبتعملها هنا كده تاني، ايوة بتعملها كمان هنا فوق كده، بعد كده بتيجي هنا. خليني عشان املكوا اكتر، بقوم جاي هنا كمان بعد كده بحاول اعمل كده عليه، ايوه، وبعد كده بعمل باخد تاني بفركها كده زي ما قلت لحضراتكم. بعد كده بمسك الرجل، بس تكون حاسس بقى في حكايه اللي هي الرجل دي بالذات، على اساس ما تشيلش ضوافر من ضوافر العصفور، دي حاجه مهمه جدا. فانت بتحاول يعني مثلا تحاول ان هو يبقى كده، ايوه بتعمل كده وبالراحة على أساس إن شاء الله يبقى خير يعني كده، وتعمل برضو اللي هي الرجل التانية كده بإيدك وبالفيزلين. المفروض الجرعة بتاعت العلاج بتكون بتعملها مرة واحدة من مرة لمرتين في اليوم لمدة 3 أيام، بس أنا عن نفسي أنا بعمل لمدة 5 أيام احتياطا، على أساس يعني تكون ضامن أن أنت قضيت على المرض نهائي. يعني عموما بشكل عام ده العلاج المناسب لمرض الأشف أو الجرب عند عصافير البادجي. عموما هو ده الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يا رب أن أنتم تكونوا استفدتوا بيه، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية جديدة قريب بإذن الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.